كذا الماشي. آه يا ضرورات يا سرورات، هادو مالهم دايرين علينا النوباو؟ الفرق بين الولد والبنت فاش ما يكونوش قارين. قولي يا دوستي، الطاهرة تبارك الله راه ولدت توام، ريال الدوكار راه كان مشات عندهم، قاد عليها الشمية وهنية القرشية ولالا خديجة مجدوبة، حنا اللي بقوا هي وحنا اللي بقينا في الدوار، وحشومة هي راه كانت كتجي عندنا، اللي في الولادة في الموت في المناسبات الزينة الفرحة في القرح، كل نهار هي تجي عندنا، ما تكونش حاجة تجي عندنا، وولدت توام بوش عيب ويلي ويلي ويلي، بوش عيب عشقي. قال لك وتكافع مع واحد بقى يتزادوا الثاني، هاد لا مش طراجي انا ويلي، والله عطاش جوج ولاد واش كي غنمشيو عاد تمشي الخلا ان شاء الله ويلي ومالها وعط دوزل عط دوزل ما قدو هادوك عيل الراس اللي عندها هو مكافي معاهم قاعد دوا مسلفين من عندو هاد خاصهم باش يخلصوا الكريد خاصهم باش يكسوهم احنا خاصهم باش يشريو لهم الادوات على المدرسه زايده توام اتوا هو بعالك راه برزقهم ولكن باص البوس عيب ويلي 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 عيب وش عيب مسكين على فاقصته عطا 10 وزادت دابا 12 كملت لي اللي بقى صافي غتحشو غتقصو في الركنة قسطر الباسبور هي 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 كذا الماشي اه يا ضرورات اه يا سرورات على ميلود اه يا خويتي اه يا عمتي اه ها 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 بابا عيال جبدها القران ما يعرفوش ليه مين يشدو والغنى يطيروا فيه وحنا ما صارت نقز عليا بالفرحه رابح ثلاجه في دوزي مشاركتي معاهم شي قراطه وكشي حاجه ايه قول لي طاح حبك على الغنى عجبك لا تران على الغنى ويلي على بنو قريش ويلي يا ويلي تريكت بنو قريش ما يحش ما يرمش جنس بنو قريشين قريش هادو راه جنس بنو لهب لا حشمه لا حيه لا تربيه ما يعرفوا لا حيه لا تربيه مين يشدوه عرفوا في الطحره من جات وي قد له الحيه ولكن راه ما مضرين لا لا ما مضرين فين خارجين لهم تا يكثر منهم حشاك وبشاك تا ياكل بكل بشاك وتنعس المشحداك يا الشارفه يا ام سير البيوت يا مقلبه لي بيوتي وما بخلياني انا وراجلي راجلي هانيه يدخل بيناتنا يتفرقنا يتوسوس لي في ودني يتقلق وتخلي مقلق من توالي يوم خلاته هاني حقلو ما يقول لي يحبي حقلو ما يدورنا يحقلو ما يساريني حقلو ما يراري بيا هادشي اللي مقابلتي مقابلني انايا نهار كامل تتسبي فيا وطيحي بشاني بزاف عليك انايا شاني عالي انا عالية الشان ومن الخيزران ويدبحو عليا التيران انايا اي 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 العدوزة مسيرة بيوت داق على الشراجم والمسنطة على البيبان والحارقة النواضر الدوار اي اي تحلك تتلفو ولا تتعيري فيا عاوتاني من وقدينها واش ما كاينش شي نهار واخا نص نهار واخا ساعة واخا دقيقة واخا لحظة من ثانية دوزوها بلا بناتيف بلا معيور بلا جبد ليا نعطي راه ماشي قادي داكشي انا راه قادي حد انا ما قاريش حيت ما كايناش القراية دايرين اضراب داكشي انا ما قاريش ويدي على ما قاريش وماكم شبعتو خبز ولا هما يشبعو خبز ولا شكون اللي يشبع خبز ويلي ما قاريش فهمناه دخلت لينا الراس وحنيني عقول لي هذاك مسطب على الراس فورمة البوطة ما حد يجي معاك فورمة البوطة قول على فورمة عكازي تدخلت عليك بالله قول لي الفرحة ليش ما قارن فهمنا هاي الفرحة ليش ليش يا وليدي ليش ربين العمى انا متعرفتو مع البنات كيفاش كيفكروا راح سيمانة ما قارن سيمانة ديال السركيل سيمانة ديال الراحة سيمانة ديال دير اللي بغيت لا لا راح الله ويلي بغيت نعرف انا نهار كنت عامل عليه من كاد كنت وهم هالتاصيله ما عرفت حتى من خرجت لي من الجن ما عرفت من تشدها ما عرفت انا من نبداها ويلي انا يا شهر كامل ما غاديش نقراو انا غنتفقس
يا ضرورات يا سرورات، هادو مالهم دايرين علينا النوبه، وهو هو هو واحد يمشي وحده يجي، وتر تر تر ماك يا خويتي، هي تيا قاريه. عمنا بنيتي حالتك باينه، واقيلا قرايتي المدير يكون ما عندوش ليه ضراب. جاش كانت بكي كتضحكوا عليا توما، دابا كتفلاو معايا. ويلي علاش علاش كانت بكي؟ واش مشتو الشعر قداش؟ يجرو فيه الخيل، يولدو فيه الحاملات، يطلقوا فيه المزوزات. شعر ما نقراو الشعر، عباد الله شعر، انا باغي نقرا. دار انا نجلس دار باش نشقى عليكم، انا باغي نقرا. الله يا رب، الله على الصغيبة يا كويتيني فيك، الله يبي وجاتني الحرقة من توالك. وتي هاتي ما قارية الشهر، وهاتي شهر ما قارش، علاش كتبكي؟ انا ما فهمتش، خوك جاي فرحان ما قارش سيمانة، تجي الشهر ما قرا شهر، خاصة تهز وتحط بالفرحة. علاش تجي ما فرحانش؟ علاش كتبكي وكتغنغن علينا؟ بغيت نعرف انا علاش فاهمين. مع من داوية، مع من على الأميين، ما يعرفوا لي من، ما يفهموني، ما يفهموني، أنا كاع ما يفهموني. دخلت عليك بالله، قول لي يا عروستي، واش هادو ولادك ولا كاري عليهم ولا من دبر عليهم؟ أولي استغفرت الله العلي العظيم، تي وحدة تشرق وواحد يغرب، أولي تي من جديهم يدبرت على هاد الزمرة ويلي. يمك ها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادو بالي واقيلا لا غيكونو بدلوهم في السويطار، ما فيهاش، لا غيكونو تبدلو، غيكونو تبدلو. واش يا خو صافي مزيان بخير؟ شكرا لكم بزاف حيت تفرجتو حتى لهنايا، وحتى حتى غتسمعوا هادشي اللي غنقول لكم. في نهاية كل فيديو معروف شنو كنقول، انا تكونوا قلتوها كيف العادة. صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. و يعني من كونش هاد الفيديوهات كاملين غير فهمتي، غير كوميديين، غير ضحك وداك التخربيق والى ما الى اخره، على الاقل تكون يعني فيهم واحد الاجر، وهو اجر صلاة على النبي محمد. فاللي كيتفرج حتى الاخر راه ياخذ هذا الاجر، وبالتوفيق يا ربي ليا وبالتوفيق ليكم نتوما اللي كتديروا اي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. خدامين خدمه عادي، خدمتكم الله يسهل عليكم، وان شاء الله يا ربي يكونوا فيديوهات احسن، ونبدلوا هذا المحتوى حتى المحتوى كعارض الدين، وبالتوفيق يا ربي جميع المسلمين. اللي كتتفرج من الفيسبوك بارطاج، ما بغيتش بارطاج صافي شكرا، غير خلوا واحد صلاة على النبي وخرجوا بسلام. اي تعليق كتقولوه حتى خايب زوين فهمتي الى ما الى اخره، كنشرح لكم يعني. شكرا شكرا شكرا، تعليق زوين خايب شكرا صافي، هادشي اللي غنقول بلا ما نقولش حاجه لان ولدي زالق تركابي. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، يلا باي باي. لايك لايك، اول مره غتشوفوني ضربوا دويره في الصفحه او القناه، عاد ديروا اشتراك، باش ماشي ديروا اشتراك وما يعجبكم حتى حاجه وتصدقوا عاوتاني محايدين الاشتراك. بالتوفيق للجميع.